الدرس الخامس عشر من الدورة المجانية لتعلم RGS في ثلاثة مراحل. يسعد مساكم مشاهدين ومتابعين قناة GIS for We. واليوم راح نتعرف على الطبقات داخل الأرك ماب وخصائصهم وشو بنقدر نعمل عليهم غير أمور الرسم والتحليل والمعالجات الجغرافية الجيو بروسيسنج، بالإضافة لخصائص الحقول من داخل الأتريبيوت تيبل. بداية الشرح من خلال Table of Contents لجميع الطبقات الموجودة عندنا، Data Frame باسم Layers، Right Click، نقدر هون احنا أول خيار نضيف داتا نفس هاي الأداة. أيضا فينا نقدر ننشئ Group ونضيف عليه مثلا عدة طبقات بهاي الطريقة. ايضا بنقدر نضيف بيس ماب نفس الطريقة، نضيف لها طبقات معينة داخلها. ايضا بنقدر نعمل كوبي للداتا فريم وننسخ الليرات، مثلا ان هذه الطبقة لنفرض ان هاي موجودة من داتا فريم تاني، بدنا نعمل كوبي وبيست. نقدر طبعا نعمل ايضا ريموف اذا كان عندنا اكثر من داتا فريم. طبعا كيف احنا بنقدر نضيف كمان اداة زي هاي او داتا فريم مثل اللي عندنا؟ من خلال انسرت داتا فريم، ضفنا احنا داتا فريم جديد، نقدر نضيف عليه مثلا هذا كوبي بيست، نقدر نعمل له ريموف. ايضا احنا بنقدر نطفي جميع اللايرات او نشغلهم، هيك احنا طفينا جميع اللايرات، هيك نشغل جميع اللايرات او جميع اللايرز. نقدر ايضا نعمل سيلكت لجميع الطبقات الموجودة عندنا او اللايرز الموجودة عندنا، مثلا بدي اعملهم هاي سيلكت، بعديها نقدر نعملهم بجروب او نطفيهم او عدة خصائص. ايضا نقدر في عنا مثلا طبقة الاشجار، نقدر من خلال الزائد والناقص نظهر ونخفي، نقدر مرة واحدة نشغلهم او نسكرهم بهاي الطريقة، او بنقدر من خلال الداتا فريم انه نشاهدها بسكيل معين. مثلا انا حطيت السكيل 1250. نقدر نرجع للسكيل اللي احنا عملنا له حفظ اللي هو 1250، نعمل الكلير السكيل اللي شغلناه جديد. ايضا بنقدر في عنا رسم متقدم من خلال انه مثلا نفعله، نختار طبقة التري مثلا على طبقة البارسل يكون لها ماسكينج لايرز، طبقة الغلاف نختار طبقة التري، أنا طبقة التري هيك اختفت، سكر الصورة الجوية، هيك عنا صارت طبقة القطع غلاف على طبقة الأشجار. نلغي هاي العملية، رجع عنا طبقات الأشجار. ممكن يكون اشي مش مهم يعني، بس من باب التعلم على اكثر من خلال خصائص الداتا فريم. ايضا نقدر نتحكم في الليبل كيف شكلهم، كيف الليبل حجمه ولونه والرتبة تبعته، ترتيبهم بينه وبين اللايرات من خلال هاي الأداة مثلا او هذا الليبل.
نقدر مثلا البيلدينج البارسل مثلا يكون رتبته أعلى رتبة، تظهر أول إشي بيظهر عنا الأرقام القطع هي رتبة رقم واحد، رقم القطعة أو رقم الحوض بالرتبة الأخيرة. أيضا بنقدر إنه جميع الطبقة اللي عنا أو طبقة معينة نحول الليبل اللي فيها لرسم، مثلا عنا الأرقام 210 أرقام القطع نقدر نعملهم من خلال سكيل معين. 210 مثلا لو سكرنا أو طفينا طبقة القطع شغلنا الليبل اللي عملنا له كونفيرت، فعنا الرقم أو أرقام القطع اللي حولناهم صار عبارة عن رسم بهاي الطريقة من خلال رايت كليك وريموف. نظهر الليبل على طبقة القطع. أيضا نقدر الفيتشر نحوله لرسم غير الانوتيشن أو الأرقام أو الليبل، يتحول لرسم أيضا أو لتكست. نقدر نحول الرسم ل أو عفوا نقدر نحول الفيتشرز لرسومات، مثلا عندنا طبقة الشوارع نحولهم ل وهي نسكر طبقة الشوارع صار عندنا شوارع مرسومة رسم. بهاي الطريقة خلينا نسكر كل الطبقات، عنا هذول الشوارع صاروا عنا رسومات، حولنا الفيتشرز لرسومات. طبعا من خلال قائمة ديتيت نقدر نعمل سيلكت لجميع اللي حولناهم نعملهم ديليت. هي عنا طبقة الشوارع حولناهم لرسومات من خلال هاي الأداة. أيضا نقدر نعمل أكتب للداتا فريم، مثلا احنا عنا داتا فريم ثانية فيها هاي الطبقة وعملها أكتب لنيو داتا فريم. إذا رحنا على الأصلية أو اللي شغالين عليها رايت كليك أكتب تظهر لنا اللي احنا شغالين عليها. أيضا التيبل أوف كونتنتس في عنا أول خيار بعرض لنا جميع الطبقات بهذا الشكل، ثاني خيار بعرض لنا إياهم مع السورس أو مع المصدر أو مسار الحفظ، عنا ثالث خيار الطبقات الظاهرة والمخفية، مثلا طبقة الأشجار هيها ظاهرة نقدر نخفيها، نبطل نقدر نعمل لها سيلكت. رابع خيار أيضا من خلاله بنقدر نعمل سيلكت وان سيلكت للطبقات، مثلا احنا في طبيعة الشغل ما بنزل نعمل سيلكت لحدود الحوض، مثلا لو جميع الطبقات مغلقة أو مطفية إن فقط طبقة أو حدود الحوض. بعملها سيلكت بهاي الطريقة بقدر انه اخفي السيلكت عنها، هيك ما بنفع اعمل سيلكت على اي طبقة بتكون مختارة في هاي القائمة. اخر خيار عنا اوبشنز للطبقات، طبعا اي شيء تحت مسمى اوبشنز يفضل عدم تغييره. ايضا
عندنا الـ Open Attribute Table. لو رحنا على الحقل رقم القطعة، نقدر احنا من خلال رايت كليك عليه ترتيب تصاعد وتنازلي بهذا الشكل، او دبل كليك على الحقل برتبه ترتيب ابجدي. عندنا في ترتيب متقدم، مثلا عندنا نرتب من خلال الرقم من خلال رقم القطعة، ومن خلال الاريا. ممكن ما نقدر نستفيد كثير من هاي العملية. ايضا في عندنا سمرايز، مثلا لو نفتح الستارت اديتينج، ان لنفرض القطعة رقم 93 مكررة مرتين، وهذا لا يجوز بين القطع في نفس الحوض، مش لازم يكون عندنا دوبليكيت او تكرار في رقم القطعة. كيف نقدر احنا نتأكد من هذا التكرار؟ رايت كليك على الحقل سمرايز، نحكي له اوكي، بدر عندنا تيبل اوبن، ان هون رقم القطعة وهون التكرار. نعمل دبل كليك على التكرار، بدر عندنا انه في عندنا القطعة رقم 93 مكررة مرتين. مباشرة بنروح على القطعة 93 تكون مكررة مرتين، هاي كانت 92. أيضا نقدر نعمل إحصائيات للأرقام، أو مثلا على الأحجام أو على المساحة. مثلا عندنا المجموع الكامل 212 فيتشرز، أعلى مساحة وأقل مساحة، أو أكبر مساحة وأقل مساحة. عندنا أقل مساحة 407 وهي أكثر مساحة 100 دونم، أكبر مساحة. وأيضا المجموع، مجموع المساحات والمتوسط والانحراف المعياري، أمور بسيطة بالنسبة للإحصائيات. عندنا الفيلد كالكوليتر، مثلا احنا عندنا 212 فيتشرز جميعهم تحت مسمى محافظة رام الله والبيرة. انا مش عامل ولا سيلكت، يعني صفر سيلكت، معناته لما اجي اعمل فيلد كالكوليتر راح يعمل لجميع 212 حركة واحدة. اما اذا مثلا عملت سيلكت لثلاثة، فراح يعمل الفيلد كالكوليتر على الخمسة عملت لهم سيلكت. نعمل انسيلكت فيلد كالكوليتر، فيلد كالكوليتر بعديها. لغة البرمجة الموجودة في داخل الارك، او لغة البرمجة الموجودة داخل برامج الارك جي اس، المفروض هون نكتب مثلا محافظة رام الله والبيرة، والبيرة بين علامتين تيشن. نكتب محافظة رام الله والبيرة بين نوتيشن، اللي هي على زر الكيبورد شفت مع حرف طاء علامات النوتيشن. الوسط نكتب اي اشي، فليكن محافظة رام الله والبيرة. اوكي، بهاي الطريقة بنعبي جميع الفيتشر داتا واحدة. ايضا عندنا كالكوليت جيومتري، مثلا نقدر في هذا الفيلد نحسب الاريا، نختار الوحدة متر المربع مثلا، نضغط اوكي، بظهر عندنا في هذا الحقل جميع المساحات. طبعا عندنا احنا في حقل مباشر مع الداتا سيت او الجي داتا بيس، بيظهر لنا الشيب اريا، اي تراجع محافظة رام الله والبيرة.
ايضا نقدر هذا الحقل نعمل له تيرن اوف، هيك احنا سكرنا الحقل، نقدر نرجعه ونعمل خلال هاي الاداة تيرن اون لجميع الفيلز اللي عندنا. ايضا نقدر نعمل فريز يضل موجود هون لو في عندنا اكثر من حقل، مثلا لو عندنا طبقة فيها 20 حقل، الحقل الخاص اللي عملنا له تجميد بضل ظاهر عندنا. ايضا نقدر نحذف الحقل، لكن لازم نعمل ستوب ايديت بعدها نقدر نحذف الحقل. ايضا نقدر نعمل بروبرتيز على الحقل ونشاهد المعلومات الخاصة بهذا الحقل، الاسم والاسم المستعار والنوع string يعني المقصود فيها text. ايضا نقدر نعمل turn off، نقدر مثلا نخلي فقط الفيلد هذا للقراءة فقط، ما نقدرش نعدل عليه، هي عملنا اشارة تك على هذا الخيار. ونقدر نلونه في اللون الاصفر بهاي الطريقة. مثلا لو عملنا ستار ايديت للقطع عند هذا الفيلد للقراءة فقط، احنا عملنا ما بنقدر نعدل عليه ولا اشي. نعمل ستوب ايديت بروبرتيز ونشيل الميك فيلد ريد اونلي. ايضا نقدر اذا في عندنا نال نشيل النال، طبعا اي قيمة مش مدخل عليها داتا بتجينا نال، وهذا الخيار مقصود فيها انه يظهر لي الحقول اللي فيها نال. هذول بخصوا الفيلد وعدد الخانات الموجودة بالفيلد والقيم. نهاية الدرس 15 من دورة مجانية لتعلم ArcGIS بثلاثة مراحل. أتمنى أنكم استفدتوا من شروحات اليوم اللي كانت شروحات بسيطة وسهلة. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على ArcGIS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.